في واحدة من مؤجلات الجولة 12 من منافسات دوري نايل، يستضيف الزمالك نظيره فاركو وسط أجواء ضبابية يدخل من خلالها فريق القلعة البيضاء من أجل استعادة الانتصارات بعد الهزيمة أمام المصري، بينما يسعى فاركو لاستغلال الضغط الذي يعيشه الزمالك داخل الملعب بسبب الغيابات وخارج الملعب بسبب قرار الإدارة بعدم خوض أي لقاء عقب مباراة اليوم إلا بعد خوض المنافسين لمؤجلات الدور الأول كاملة. غيابات عديدة تضرب صفوف الأبيض، أبرزها زيزو الأكثر مساهمة بالأهداف مع الزمالك بثمانية مساهمات، ودونجا وناداي بسبب تراكم البطاقات واستبعاد عواد بقرار إداري، مع المعاناة الهجومية في ظل غياب سيف الجزيري وشيكابالا للإصابة، مما يزيد من حيرة المدرب البرتغالي جوزيه غوميز قبل مواجهة ليست بالسهلة أمام فاركو الذي يصارع على النجاة من مناطق الخطر، إذ يتواجد في المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة بالتساوي مع بلدية المحلة صاحب المركز السادس عشر. فاركو فشل في الفوز خلال آخر أربع مباريات بهزيمة وثلاث تعادلات، ولم يستطع الحفاظ على نظافة شباكه في هذه اللقاءات، إذ تلقى ستة أهداف ليكون ثالث أضعف خط دفاع في الموسم الحالي بعد تلقيه 36 هدفا في 25 مباراة. وبالنظر في تاريخ مواجهات الفريقين نجد الكفة متساوية، استواجه الثنائي في ستة مباريات، حقق الزمالك الفوز في مباريتين وفاركو في مثلهما، وتعادل في لقائين بواقع أربع مباريات في الدوري ومباراة في كأس الرابطة وأخرى في كأس مصر. مواجهة ذات معطيات كثيرة خارج الملعب قبل داخله، وهو ما يضعها فوق صفيح ساخن من أجل الظفر بثلاث نقاط.